السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله طيب دايما يا رب. معلش انا عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضلي يا اختي. اللي انا دايما ولما باجي اتوضى بنسى ان انا امسح على 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 راسي. لا مشكله مشكله كبيره. وضوءك باطل. يبقى الوضوء باطل اعيده من اول وجديد ولا ينفع بعد ما اتوضى امسح كده وخلاص على على راسي؟ امسحي واغسلي رجليك عشان نلزم الترتيب. طيب وفي كمان لما باجي اصلي لما باجي اصلي بقى بنسى التشهد في النص دايما، اعمل ايه بقى؟ اسجدي للسهو. بعد ما تخلصي اعمل ايه حضرتك؟ بعد ما تخلصي الصلاه اسجدي للسهو. اسجد ازاي يعني بعد ما اخلص الصلاه؟ تسجدي سجدتين، الله اكبر سبحان ربي الاعلى، سجدتين. سجدتين بصلاه ولا سجدتين كده يعني لوحدهم؟ لما بعد اما قبل التسليم او بعد التسليم. يعني ينفع وانا قبل ما اسلم؟ ينفع. طيب ربنا يكرمك يا رب. حياك.